وإلى رئاسة الوزراء، حيث عقد اليوم رئيس الحكومة بايمي باداكي البير الاجتماع الدوري المتعلق بمتابعة وتقييم الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. المناسبة حضرها أعضاء الحكومة ومسؤولي مختلف الوزارات المعنية. تقرير فاطمة الزهراء أبو المعالي. يعتبر هذا الاجتماع المالي من ضمن سلسلة الاجتماعات السابقة بهدف متابعة وتقييم الوضع المالي المتعلق بجباية الإيرادات العامة للدولة على مستوى مختلف الوزارات المعنية والتي تسهم في هيكل الإيرادات المالية العامة. وعن الهدف من الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بايمي باداكي البير، تناول فيه عدة مواضيع لإصلاح الميزانية العامة عبر دخل الموارد المختلفة لتطوير الاقتصاد الوطني. هذا وخلال الاجتماع أكد المسؤولين بالجمارك والضرائب وإدارة المؤسسات العامة بأن الدخل القومي الحالي يتحسن بشكل ملحوظ مقارنة مع الشهور الماضية. من جهة رئيس الوزراء بايمي باداكي البير، أعطى تعليمات إلى المسؤولين وعلى رأسهم وزير المالية والميزانية من أجل توعية عامة حول القرارات الجديدة، خصوصا فيما يتعلق بمنع البضائع المزورة والمستوردة من الخارج، مطالبا من المعنيين بهذا الأمر الحيثة والحذر بغية الجدية في العمل من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني لتحسين ظروف حياة المواطنين.